تحت الدم تحت الدم تحت الدم، الصليب يحرقك. اعمل حجاب يا رب، اعمل حجاب، اعمل حجاب. كتار منكن سمعوا عن أشخاص بيملكوا قدرة على طرد الشياطين من خلال صلوات معينة، ومن أشهر هالأشخاص الأب القبطي مكاري يونان. عندك شياطين من كم سنة؟ تستخبش كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرماطات، تبطل كل المحارمات. فاطمة مسيح شفاكي وحررك، امين. قولي اشكرك يا يسوع المسيح، اشكرك يا يسوع المسيح، اشكرك يا يسوع المسيح، امين. كل سحر كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل رشه الثالثه والنفخه الثالثه. هذا الجسد يتحرر باسم يسوع المسيح الناصري. شفان باسم يسوع المسيح يغادر الجسد، اسم يسوع المسيح الناصر يخرج منه. من المعروف انه الاب يونان بيرفع صلوات لشفاء المرضى، وسجلت خلال هالصلوات حالات شفاء عديده. يا يسوع المسيح اشفيني، يا يسوع المسيح حررني. ولكن ليش هيدي القدرة بيملك عدد معين من الآباء ومش كلهم؟ وشو رأي الكنيسة بهالموضوع؟ لا انت اللي عملت ما بحكيتك، اوعي. ان كان شيطان باسم يسوع المسيح تعال اخرج منها. هي اللي عملت كده، خلاص الشيطان طلع. المسيح هو صاحب الأمر.